أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم وحفظناها من كل شيطان رجيم إن كل نفس لما عليها حافظ بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ ويرسل عليكم حفظة إن ربي على كل شيء حفيظ له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وكنا له حافظين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ذو الجلال والإكرام ذو الجلال والإكرام حسبنا الله ونعم الوكيل الحمد لله رب العالمين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم وحفظناها من كل شيطان رجيم إن كل نفس لما عليها حافظ بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ ويرسل عليكم حفظة إن ربي على كل شيء حفيظ له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وكنا له حافظين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ذو الجلال والإكرام ذو الجلال والإكرام حسبنا الله ونعم الوكيل الحمد لله رب العالمين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين
وحفظاً من كل شيطان مارد وحفظاً ذلك تقدير العزيز العليم وحفظناها من كل شيطان رجيم إن كل نفس لما عليها حافظ بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ ويرسل عليكم حفظه إن ربي على كل شيء حفيظ له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وكنا لهم حافظين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ذو الجلال والإكرام ذو الجلال والإكرام حسبنا الله ونعم الوكيل الحمد لله رب العالمين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم وحفظناها من كل شيطان رجيم إن كل نفس لما عليها حافظ بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ ويرسل عليكم حفظه إن ربي على كل شيء حفيظ له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وكنا لهم حافظين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ذو الجلال والإكرام ذو الجلال والإكرام حسبنا الله ونعم الوكيل الحمد لله رب العالمين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم وحفظناها من كل شيطان رجيم إن كل نفس لما عليها حافظ بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ ويرسل عليكم حفظه إن ربي على كل شيء حفيظ له معقبات من
بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وكنا لهم حافظين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ذو الجلال والإكرام ذو الجلال والإكرام حسبنا الله ونعم الوكيل الحمد لله رب العالمين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم وحفظناها من كل شيطان رجيم إن كل نفس لما عليها حافظ بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ ويرسل عليكم حفظه إن ربي على كل شيء حفيظ له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وكنا لهم حافظين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ذو الجلال والإكرام ذو الجلال والإكرام حسبنا الله ونعم الوكيل